السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. امرأة تقول السائلة: هم عبد الله بقي من عدتها 10 أيام، ثم احتاجت للضرورة أن تذهب للمستشفى فذهبت، واستدعى الأمر أن تمكث في المستشفى 5 أيام، فما الحكم؟ نعم. امرأة بقي من عدتها 10 أيام ثم احتاجت المستشفى. عدة وفاة. نعم نعم، عدة وفاة. عدة وفاة. نعم. إيه. فاحتاجت. لا بأس، إذا احتاج أقول لا بأس أن تخرج لحاجتها المعتدة للوفاة، لا بأس أن تخرج لحاجتها نهارا لا ليلا، ولا بأس أن تذهب إلى المستشفى إذا احتاجت إلى العلاج وإلى مراجعة الأطباء، لا بأس بذلك، ولا بأس أن ترقد في المستشفى إذا احتاجت إلى ذلك، وإذا وعليها ضرر إذا خرجت، لا بأس بذلك. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.